أحبط الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولات زحف لمرتزقة العدوان باتجاه تبة الخزان بمديرية كرش محافظة لحجة، وتكبد المرتزقة خلاله خسائر في الأرواح والمعدات القتالية، ويعاني مرتزقة العدوان في جبهة كرش من انهيارات متتالية في ظل وضع هش يحاول جاهدا الزحف تحت غطاء جوي لدول العدوان ليرسم صورة إيجابية لدى أتباعه ويستجلب مزيدا من الدعم المالي والحربي من دول العدوان. وتتصل هذه الجبهة بجبهات أخرى تمتد إلى مديرية الوازعية وحيفان على طول الحدود الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية لمحافظة تعز، يندحر المرتزقة من كل هذه الجبهات. شلون تشوف احنا ابو بتول؟ يا ابو بتول مالكم؟ عدا الله بالزحف علينا من تبة الخزان محطة البركاني، وقمنا بصدهم وتكبيدهم العديد من الخسائر في الأرواح والعتاد. الله أكبر! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر